ايه افضل كاميرا ممكن اشتريها كمصور مبتدئ؟ تقريبا ده من اكتر الاسئله اللي سالتني في حياتي، فلو كنت من الناس اللي بتدور على اجابه السؤال ده فالاجابه بتاعتك عندي. انا احمد حسن ودي الحلقه الثانيه من سلسله تعليم التصوير الفوتوغرافي اختيار الكاميرا. قبل ما ابدا الحلقه حابب اقول ان السلسله دي للمبتدئين، هيكون فيها معلومات قيمه جدا ومفيده ليك كشخص مبتدئ، وهنكون عيله كبيره من ناس عندها شغف وحابه تدخل في عالم التصوير. اما لو انت مصور جامد وحد بروفيشنال فالسلسله دي معلوماتها مش هتفيدك لحد كبير، بس ده ما يمنعش طبعا انك تعمل لايك واشتراك في القناه وتساعدنا ان احنا نكون عيلتنا كبيره في اسرع وقت. التصوير مشروع زي اي مشروع بتستثمر فيه على امل انه يكون مصدر لدخل ليك في المستقبل القريب، حتى لو انت من الناس اللي اخدين التصوير هوايه فاكيد اكيد مش هتكون زعلان لو التصوير بقى مصدر دخل ليك. وزي ما احنا عارفين اي مشروع في الدنيا بكل دراسه جدوى، والنهارده دراسه الجدوى بتاع بدايه مشروعك كمصور محترف. اول سؤال دايما بيجي في بالك، ازاي اختار نوع الكاميرا؟ وده من اكتر الاسئله اللي سالتني وسالت لاي حد بيقدم محتوى التصوير. دايما السؤال بيكون ايه افضل كاميرا اختارها كمصور مبتدئ، وهو السؤال الاصعب علينا ودايما بيكون من اصعب الاسئله اللي ممكن اي مصور في الدنيا يجاوبك عليها. وده مش عشان انواع الكاميرات كتير جدا ولا برضو بسبب ان سوق الكاميرات اب تو ديت ودايما بينزل حاجات جديده، لكن السبب الرئيسي هو ان اختيار الكاميرا المناسبه ليك ليه معايير معينه محدش يعرفها غيرك. يعني اكيد انا مش هعرف انت جايب الكاميرا عشان تصور بيها ايه. في مجالات كتير جدا، ايوه مجال الويدنج هو الاكثر شهره في مصر ودايما معظم المصورين بيتجهوا لمجال الويدنج، بس ده مش معناه ان كل الناس بتصور ويدنج. ممكن انت تكون حابب تصور فود او فاشن او برودكت، حاجات كتير جدا، وممكن اصلا تكون جايب الكاميرا عشان تصور فيديو. فدي حاجه من الحاجات اللي انا كواحد بيقدم لك النصيحه مش عارفها. ثانيا وده الاهم، الميزانيه. من الحاجات او من الصعوبات اللي بتواجهنا كمصورين ان اسعار معدات التصوير عاليه جدا، وانك عشان تبتدي تقول انك بقى معاك معدات هتدفع فلوس كتير. والميزانيه دي برضو من الحاجات اللي محدش غيرك يعرفها، ومن اشهر الحاجات اللي بقولها لاي حد بيسالني ابدا بانه كاميرا، ابدا بكاميرا على قد ميزانيتك. كلنا نفسنا يبقى معانا احسن كاميرا في الدنيا واحسن معدات في الدنيا واحسن لينس في الدنيا، لكن الميزانيه بتحكم. يعني مثلا لو ميزانيتك على قد ان انت تجيب كاميرا عاليه، ايه اللي ما يخليكش تجيب كاميرا عاليه وتبدا بيها؟ بالعكس، انت هتبقى عديت خطوات كتير جدا وهتتعلم عليها زي ما هتتعلم بالظبط على الكاميرا الاقل، بس بامكانيات اعلى بكتير. رتب افكارك معايا، في الاول بنحدد نوع التصوير اللي احنا حابين نكمل فيه، بعد كده بنحدد ميزانيتنا، وعلى اساسها بنحدد نوع الكاميرا اللي هنشتريها. المهم وانت بتحسبها تشوف الفلوس دي تجيب كاميرا ايه ولينس ايه. وبما اني جبت سيره اللينسات فاسمح لي اقول لك اوعى تستهون باللينس. اوقات كتير اللينس بيبقى اغلى من ثمن البادي نفسه. البادي هو بادي واحد لكن بتستعمل عليه لينس واثنين وثلاثه باسعار متفاوته ومختلفه، اوقات كتير بيعدوا ثمن البادي نفسه. يعني ما تجيبش لينسات كتير بيعملوا نفس الحاجه. ايه فايده ان انا يكون معايا لينس واثنين وثلاثه واربعه بيعملوا نفس الحاجه او وظيفتهم واحده؟ طب ما انا ممكن اجيب لينس او اتنين يكونوا بيعملوا كل حاجه ويقضوني في كل حاجه انا محتاجها، وفي نفس الوقت ابقى استثمرت فلوسي وجبت حاجه كويسه، والحاجه دي ممكن او اكيد مش هتلاقيها في اللينسات اللي انت جبتها. فخليك دايما دقيق في اختيارك لللينس المناسب. انا هتكلم دلوقتي في انواع العدسات، لكن انت لو زهقت وعايز تشوف بسرعه انواع الكاميرات اللي انا بقترحها عليك كمصور مبتدئ ممكن تروح للدقيقه دي. طيب انواع العدسات عشان اساعدك ان انت تختار اللينس المناسب ليك. العدسات انواع كتير جدا وبحر واسع جدا، زي البرايم والوايد والزوم. البرايم عدسات ثابته زي ال 35 مللي 50 مللي 85 مللي، رقم ثابت ما ينفعش تعمل فيه زوم، وهي العدسات الافضل لتصوير البورتريه. عدسات البرايم دي ممكن استعملها لو انا بصور بورتريه او مثلا بصور في فرح حاجات معينه لناس منفرده، وانا هنا بقول منفرده لان الكادر بتاعها بيكون ضيق. انت كده فهمت، يبقى انا محتاج جنبها عدسه يكون الكادر بتاعها واسع او وايد. يعني انا مثلا ما ينفعش اروح اجيب 3 لنسات وايد او 3 لنسات برايم، في الحالتين هيكون ناقصني حاجه. اما بقى لنسات الزوم ففي لنسات زي ال 24 70 ممكن يغنيك عن الاثنين. 24 وده بيعتبر كادر مفتوح او كادر وايد، وال 70 تقدر تاخد بيه الكادرات المقفوله. ودي ترجمه لكلامي لما بقول لك اختار لينس او اثنين يقضوك في كل حاجه. من الحاجات المهمه جدا برضو، حاول لو عندك واحد صاحبك مصور تكون انت وهو نفس نوع الكاميرا. يعني مثلا لو هو كانون خليك كانون، لو هو نيكون خليك نيكون. وانا مش بقول لك كده غلاسه مني مثلا او بحجر على رايك، لا الموضوع ده هيفيدك جدا. اسمع مني، انا عايز مصلحتك، لان ببساطه لو هو كانون وانت كانون، هو معاه لنسات وانت معاك لنسات مختلفه، فانتوا الاثنين هتكملوا بعض، وبكده انت هتستفاد وهو هيستفاد. ما هي اصلا الحياه مشاركه. العبد لله بينصحك من واقع خبره، انا وقعت في نفس الموضوع. عندي واحد صاحبي قوي هو نيكون وانا كانون، هو معاه لنسات تكملني وانا معايا لنسات تكمله، لا انا قادر اكمله ولا هو قادر يكملني، وفضلنا في النص بقى. انا انصحه اللي هو يحول كانون وهو ينصحني ان انا احول نيكون، انا انصحه اللي هو يحول كانون وهو ينصحني ان انا احول نيكون. فانا جاي لك من المستقبل وبقول لك ابوس ايدك، خليك انت وصاحبك نوع واحد بدل البهدله دي. النقطه الاخيره واللي واجهت ناس كتير جدا اعرفها شخصيا او ناس مرت في حياتي هي الياس. الياس بيجي بسبب التوقع العالي اكتر من اللازم، او حاجه بيسموها فجوه الابداع. بمعنى اصح، انت قبل ما تجيب الكاميرا اتفرجت على صور كتير جدا لمصورين كتير، منهم صور اتصورت بنفس الكاميرا اللي انت هتشتريها. هوب اقنعت دماغك انك اول ما تجيب الكاميرا هتطلع صور زي دي بالظبط. ما بصيتش مثلا لمدى خبره الشخص اللي ماسك الكاميرا او تعب قد ايه عشان يتعلم ولا اي حاجه، هو انا هصور الصور دي. فجيت جبت الكاميرا بجرب اتصور بيها، فحسيت ان لا الصور دي مش حلوه،
انا ما بعرفش اصور ولا انا خلاص مش هينفع اكمل تصوير تاني. والحقيقه اصلا ان الصوره دي حلوه جدا لمستواك الحالي اللي كمان شهر هيبقى غير دلوقتي وكمان سنه هيبقى غير كمان شهر. فركز انك تطور من نفسك وتغذي بصرك وتقارن نفسك بنفسك. اما بالنسبه لموضوع الحلقه الاساسي وهو انواع الكاميرات اللي انا بقترحها عليك كمصور مبتدئ، فدي انواع الكاميرات للكانون اللي انا بقترحها عليك كمصور مبتدئ، ودي انواع الكاميرات للنيكون. الكاميرات اللي انا اخترتها لكم النهارده هي من اول الفئات القليله لحد الفئات المتوسطه واللي مش هتحتاج منك مبلغ كبير جدا، او هتحتاج يعني الصراحه عشان ما بقاش كداب، بس لكنه مش مبلغ كبير قوي، وباذن الله تقدر تجيب الكاميرا وواحده واحده تشتغل وتحاول تطور من معداتك من الفلوس اللي بتدخلها لك الكاميرا. اتمنى اكون قدرت ارد على موضوع من الموضوعات الصعبه واللي بتتسال لي كتير جدا واكون قدرت افيدك. وبرضه لو عندك سؤال فاحنا اتفقنا ان احنا بنكون عيله كبيره، فالسوشيال ميديا بتاعتي عندك بس بالك كل مره في الديسكريبشن، تقدر تخش تسالني زي ما ناس كتير جدا بتعمل، وانا باذن الله هحاول ان انا احل لك مشكلتك واجاوبك على اي سؤال بتساله. بما انك كملت الحلقه للاخر فانت عارف اكيد ان انت حد مميز عندي وجامد يعني. اشوفك على خير قريب جدا في الحلقه الجايه من سلسله تعليم التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين.